التطوير واستثمار المواهب شعار لملتقى التنمية البشرية الأول الذي سيقام في 26 أبريل برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، بهدف تقديم رؤية عميقة في إدارة الموارد البشرية من خلال التحليل الاستراتيجي لها. المواهب يحتاجون إلى بيئات خاصة فيهم أساس أنه يطلعون كل اللي عندهم. الموظف شلون يكون مبدع، كيف يكون إيجابي في عمله، فهذا أساس وهو محاور أساسية وأهداف المؤتمر، أن إحنا نسلط الضوء على الموهبة البشرية وكيف عملية التطوير فيها وكيف عملية التحفيز لها، لأن إحنا محتاجين إلى استثمار بشري في الواقع الحالي، لأن تقدم الأمم ما هي إلا عن طريق الموارد البشرية. طبعا من الواضح أن هناك يعني دراسات نظرية كثيرة، وعادة ما تكون هذه الدراسات النظرية ما في نوع من الإنجاز أو النتائج للحقيقة في استثمارها. هناك ثلاث محاور يجب فعلا أن لما ننجح أو ننجز في هذه الموارد، هو أن يكون هناك خطة واضحة في استثمار هذه الموارد.